تعرف على موعد مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022، هو اللقاء الذي سيقوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة. هيا لنبدأ. يتطلع منتخب السويسري لمواصلة عروضه القوية في مبارياته الافتتاحية بالمونديال التي بدأت أمام هولندا في كأس العالم إيطاليا 1934، حيث انتهت تلك المواجهة بفوز بلد الساعات بنتيجة 3-2. وأخيرا في مونديال البرازيل 2014 حين تغلب على الإكوادور بهدفين لهدف، بينما تراود المنتخب الكاميروني مساعي حثيثة لتجنب تعثر البدايات والذي تعرض له فريق البلد المنظم لبطولة أمم إفريقيا 2022 في آخر مشاركتين بنهائيات كأس العالم في نسختي 2010 أمام اليابان بالخسارة بهدف، وانهزم بالنتيجة ذاتها أمام المكسيك في نسخة 2014. من المقرر إقامة مباراة سويسرا والكاميرون مساء يوم الخميس 24 نوفمبر بتمام الساعة 11 بتوقيت المغرب، الساعة 12 بتوقيت مصر، والساعة 1 بتوقيت السعودية وقطر. ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد الجنوب الخاص بنادي الوكرة فعاليات اللقاء المرتقب بين منتخب الكاميرون ونظيره سويسرا. من المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين سويسرا والكاميرون على شبكات قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات مونديال قطر في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي إن سبورتس ماكس 1. كما ستنقل المباراة على قناة الكاس إكسترا 1 HD بصوت المعلق خالد الحدي، وعلى قناة الكاس إكسترا 2 HD بصوت المعلق هيكل الصغير. كما يمكن متابعة المباراة كذلك على تطبيق تود ضمن خدمة البث المباشر لبي إن سبورتس.